بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 121. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة السالفة انتهينا على أحاديث صحاح ثلاث كريمة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة، هي قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله فيما أخرج البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقوله فيما حسنه أحمد: هلكت الرجال حين أطاعت النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه في الصحيحين: إن كنا صواحب يوسف، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه أيضا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحدى كنا. وتحدث الشيخ جزاك الله خير عما يليق بالمرأة وما لا يليق، وعن الظلم في معاملة المرأة وعدم الظلم. وكان لنا سؤال ختمنا بنهاية الحلقة. أولا ندعك ترحب بالإخوة المستمعين، ثم نوجه سؤالنا اللي ختمنا به. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أقول يا شيخ، هناك من المسلمين من يظن أن المرأة ظلمت في شريعة الله، نعوذ بالله، يجد ذلك في قلبه، وهناك من يقول بلسانه، فما حكم ذلك وما تنصح المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الواجب على المسلم أن يعتقد أن الإسلام هو دين العدل والرحمة والإنصاف، لأنه تشريع من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، سواء ظهر له ذلك أو لم يظهر، فإنه يؤمن بأن شرع الله هو الكامل في كل شيء. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا لم يظهر له الحكمة في شيء فليتهم نفسه وليتهم عقله وقصوره، ولا يتهم الإسلام وأنه ظلم المرأة. الإسلام حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيعطي كلا ما يليق به، فيعطي المرأة ما يليق بها ويعطي الرجال ما يليق بهم. والأمور مواقف، منها مواقف لا يقوم فيها إلا الرجال، ومنها مواقف لا يقوم فيها إلا النساء، فكل يقف في المكان الذي حدده الله له من أجل أن تتكامل شؤون الحياة وتتعاضد المصالح وتتم المنافع في المجتمع المسلم، لا أن الرجال يأخذون أعمال النساء ولا أن النساء تأخذ أعمال الرجال. حتى في المظهر قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المترجلات. فكل ذلك من أجل أن يقف كل على حده وعلى ما أعطاه الله عز وجل، وفي ذلك الخير والمصلحة. فالذي يسمع بدعوى الكفار أعداء الإسلام الذين يقولون أن الإسلام ظلم المرأة، أو إذا قرأ القرآن أو قرأ شيئا من الأحاديث الصحيحة وقع في نفسه عدم الاقتناع بذلك وأن الإسلام ظلم المرأة، فهذا نفاق، هذا نفاق والعياذ بالله. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستعيذ بالله، وأن يؤمن أن كلام الله حق وأن كلام رسوله هو الحق، سواء ظهر له ذلك أو لم يظهر. ولا ما فائدة الإيمان إذا كان الإنسان لا يؤمن إلا بالشيء الذي يدركه؟ فما فائدة الإيمان بالأمور المغيبة والأمور الماضية والمستقبلة؟ الإنسان قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك فعل الذين من قبلهم.
وما ظلمهم الله كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فالواجب على المسلم أن يقف مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ويعتقد أنها حق وأنها تدل على العدل سواء ظهر له ذلك أو لم يظهر. فإذا لم يظهر فإنه يتهم عقله وإدراكه ولا يتهم الكتاب والسنة بذلك. فإن بقي على شكه وعلى اتهامه فهذا نفاق، لأنه يتظاهر هو بالإسلام، وإلا قلنا كافر، لكن يتظاهر بالإسلام ويصلي ويصوم ويكون مع المسلمين، فهذا يكون منافقا في قلبه، نسأل الله العافية. لأن الله جل وعلا قال عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا هو المرض الذي في القلب، وهو الشك فيما أنزل الله عز وجل. الواجب على المسلم أن يكون على يقين وثقة بكتاب الله وسنة رسوله وبشرع الله عز وجل، وأنه وضع الأمور في مواضعها اللائقة، لأنه تنزيل من حكيم حميد وليس من عمل البشر الذي يخفى عليه أكثر مما يظهر له من الأمور. فهذا هو الواجب على من وجد في نفسه شيئا من ذلك، أن يزيله باليقين والإيمان بالله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يدرك كل الأمور، قد تغمض عليه الأمور ولا يدرك العواقب، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لا يكون مؤمنا حقا حتى يوقن، يسلم حتى يسلم لله ولرسوله، سواء ظهر له أو لم يظهر له، لأنه سيظهر فيما بعد، سيظهر فيما بعد. الأمور ما هي بتحضر جميع، شيء فشيء، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم، فإن قال شيئا من ذلك بعض المسلمين تفلت، إذا تكلم فهذا صرح بالنفاق. المنافقون يصرحون أحيانا بنفاقهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما أنشده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعشى أعشى باهلة، وقال المحقق: ليس أعشى باهلة، إنما المنشد عبد الله بن الأعور صحابي رضي الله عنه، أنشده أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. نعم، الأعشى شاعر مشهور من شعراء الجاهلية، الذي هو الأعشى ميمون بن قيس، ثم صار يسمى بهذا الاسم غيره ممن جاء بعده، ومنهم أعشى باهلة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فالشيخ أعلم بذلك من المعلق. نعم، أحسن الله إليك. فأعشى باهلة قال: أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة وقال فيها: وهن شر غالب لمن غلب. فأعجب هذا البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي ليس الرجل الذي ليس في عقله قوة فإنهن يغلبنه، وهن شر غالب لمن غلب. أما الذي لا يستغلب لهن ويصمم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النساء ما أدركنا الهدف الذي يقصد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صمم على أن يصلي أبو بكر، فكان في ذلك الخير. ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة ليبحثون عن ولي للأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أبي بكر وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. نعم، قال: ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجه. نعم، الله امتن على زكريا عليه السلام لما دعا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله له لما قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله بشره بيحيى وأصلح له زوجها التي كانت عاقرا، كانت امرأته عاقرا فأصلحها الله، يعني خلقة، وأصلحها أيضا في نفسها ودينها. فأصلحنا له زوجه يشمل الإصلاحين، إصلاح العقر وإصلاح الدين. نعم،
استجبنا له وأصلحنا له زوجة. نعم. وقال بعض العلماء الشيخ أخذ الجانب الثاني أصلحنا له زوجة يعني في دينها ورأيها وعقلها. نعم. وقال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له. نعم. ولهذا يجعل من جملة دعائه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فيدعو بصلاح زوجه وأولاده وصلاح المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل: أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. نعم. المسلم عنده قاعدة ولله الحمد وعنده أصل، وهو أنه متمسك بهذا الدين. نعم. فما أمر به فعله، وما نهى عنه اجتنبه. ومن جملة ما أمر الله به ونهى عنه موافقة الكفار والتشبه بهم. هذه قاعدة. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فنهانا عن التشبه بهم في التفرق والاختلاف، وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعا. فمن هذا يأخذ المسلم أن كل ما هو من أعمال الكفار وخصائص الكفار أننا لا نشاركهم فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه قاعدة. أما إذا كان عنده علم بأعيادهم وأيامهم وتفاصيلها فهذا مما يزيده أيضا قوة، لكن إذا لم يعلم هذه التفاصيل وهذه الأيام وهذه الأمور فيكفيه أن هذا من عمل الكفار وأننا نهينا عن التشبه بهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. ما لم يرد في الكتاب والسنة فهو محدث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أصل يمشي عليه المسلم، فيكتفي بما شرع الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت لما أحدث وزيد في الدين. ومن ذلك الأعياد، فالله شرع لنا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا نزيد عليهما عيدا ثالثا أو أعيادا بحجة أن العالم يعملون هذا وأننا لا نتخلف عن العالم وأننا جزء من العالم، والكون قرية صغيرة، والكون الآن صار قرية صغيرة، ولا مناص لنا من مشاركتهم، ولا ننفذ ولا ننفرد عنهم، ولا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه، فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء أو العشاء. العشاء. عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد، وهو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات. من أعياد الكفار ما يسمونه بالخميس الكبير، وهو يوم المائدة، كما يزعمون أن المائدة نزلت من السماء في هذا اليوم، ويتمدد هذا إلى أسبوع من الأحد إلى الأحد، لأن عيدهم يوم الأحد. يمتد إلى الأحد وإلى الأحد الذي بعده، فالمسلم يتجنب هذا ولا يشاركهم فيه. نعم. هذا من أعيادهم. قال: فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمنه خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه. المظاهر التي تخصص بأعياد الكفار يجب على المسلمين أن يقاطعوها وأن لا يستخدموها، لا على مراكبهم وسياراتهم، ولا على بيوتهم ودكاكينهم،
ولا في أي مظهر من المظاهر. يجب على المسلمين أن يتجنبوا كل ما يحدثه الكفار في أعيادهم ويعتبروها غير موجودة. نعم. واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا للبيع. البخور طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التطيب، لكن لا يخصص بوقت معين بيعه أو شراؤه أو استعماله، لا يخصص بوقت معين، فإذا خصص صار هذا من العيد أو من عادات الكفار، لأنهم هم الذين يخصصونه بيوم عيدهم ويتبخرون بالعود ويرقون فيه ويقرؤون فيه من تعاويذهم الباطلة، ويعملون أشياء في هذا في مضحكة في هذه الأعياد، فما يليق بالمسلمين. انظر إلى أعياد المسلمين ولله الحمد، صلاة وتذكير وذكر لله عز وجل، وتصدق بصدقة الفطر وذبح للأضاحي والهدي، هذه أعياد المسلمين، عبادات لله عز وجل. وإن تخللها شيء من الراحة المباحة فلا بأس بذلك. نعم. قال: ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين. نعم. البخور كما ذكرنا في الأصل أنه نوع من الطيب ويستحب استعماله، لكن إذا كان استعماله بمناسبة من مناسبات الكفار فهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز أبدا، لأن هذا فيه مشابهة لهم وإعانة لهم على باطلهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وإنما البخور طيب. لا يجينا واحد يقول هذا بخور، البخور مباح وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التطيب، يقول نعم لكن بغير هذه المناسبة، غير مناسبة الكفار، وغير تخصيص يوم له، وغير البخور المرقي اللي يقرأ فيه، كل هذا من خرافات النصارى. نعم. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره. هذا هو الحق، أن البخور طيب يتطيب به فهو من الطيبات، لكن لا يخصص بأعياد الكفار ومناسبات الكفار. نعم. كسائر الطيب مما له أجزاء بخارية وإن لطفت أو له رائحة محضة. نعم. ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب. يستحب التبخر لأنه نوع من الطيب، حيث يستحب التطيب كأن يخرج الإنسان للجمعة أو لصلاة الجماعة، يستحب أن يتطيب عند الخروج لصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة أو للعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم. هل من شروط التطيب يكون ذا زوج؟ نعم. وغير متزوج منهي عن الطيب؟ لا، كل مسلم يتطيب، رجل أو امرأة. الرجال يتطيبون والنساء تتطيب بما يليق بهن، ولا يتطيبن عند الخروج، إنما يكون هذا في محيط النساء وفي البيوت. نعم. وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض، هذا نوع من الأطعمة، تخصيص بعض الأيام بنوع من الطعام، هذا من عادات الكفار ومن أعياد الكفار، فنحن لا نقول إن هذا أصل ومباح، والأكل من الطيبات مباح وهذه طيبات، نقول نعم ولكن لا تخصص. نعم. بهذا اليوم الذي خصصه الكفار عيدا لهم. نعم. أو بيض أو مقر. نعم. ونحو ذلك. فأما القمار بالبيض أو بيع البيض لمن يقامر به أو شراءه من المقامرين فحكمه ظاهر. هذا استطراد من الشيخ في حكم بيع الشيء لمن يستعين به على الباطل، ذكروا أن من البيوع المنهي عنها أن يباع السلاح لمن يقتل به المسلمين أو يستخدمه في أوقات الفتنة بين المسلمين، فلا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة. في وقت الفتنة، ولا لمن يعلم أنه يستعمله في قتل المسلمين، وكذلك لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، ولا بيع البيض لمن يقامر عليه يستعمله في القمار والميسر، لأن هذا من التعاون على الباطل. فكذلك لا يباع لمن يستخدمه في الأعياد الكفرية. نعم. حسن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نكت البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها. وكذلك ما يفعله الأكارون اللي يؤجرون الدواب وينقشونها في أيام أعياد الكفار بالنقط الحمر أو غيرها، فهذا من تعظيم أيامهم، ولا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه مظهر من مظاهر أعيادهم. أو نكت الشجر أيضا، أو تلوين الشجر أيضا. لا مشكلة، الآن الشجر يجعلون فيه أنواع من الكهرباء الخاصة، فهذا فيه مقاربة لهم. نعم. وإن كان هذا يفعل في أعياد المسلمين، وإن كان في أعياد المسلمين تترك الشجر على طبيعتها. نعم. أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بماء. هذا أشد، الآن يجمعون الزهور في أيام معينة ويجعلون مهرجان للزهور، وهذا من أعياد الكفار، ثبت أنه من أعياد الكفار، عيد الزهور يسمونه. نعم. يتبادلون فيها الزهور ويظهرون الزهور وينشطون في بيع الزهور وعرضها، يجعلون لها معارض. نعم. فإن قيل هذا مثل معرض التمور ومعرض السيارات ومعرض التمور، ليس لها معرض أيام خاصة، إنما تعرض في أيام التمر وفي أيام يعني الجذاذ. نعم. أو تعرض في أسواق المسلمين للمحتاجين يشترونها، ما أن في أيام ومناسبات لا، ما يجوز هذا. نعم. يكون تشبها بالكفار يعني. أي نعم. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه، أو قصد يعتقدون أن ورق الزيتون إذا اغتسلت المرأة بمائه فيه بركة، هذا من عادات الكفار. نعم. أو قصد الاغتسال في شيء من ذلك. نعم. فإن أصل ذلك ماء المعمودية. نعم. المعمودية أنهم يغطسون الشاب أو الطفل في الماء. نعم. على يد القسيس أو على يد القس، يغمسه في الماء، ما هذه يسمونه التعميد عند النصارى. فاللي يخصص يوم للغمس في الماء هذا يتشبه بهم، أما اللي ما يخصص يوم ينغمس في الماء للتنظيف أو للتبرد في غير ارتباط بوقت أو زمان. نعم. أو مكان. نعم. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح. كذلك من أعمال الكفار في أعيادهم تعطيل الأعمال، تعطيل الأعمال. المسلمون لا يعطلون أعمالهم حتى يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فدل على أنهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق ويبتغون من فضل الله يوم الجمعة. فلا تعطل الأعمال في عيد الفطر أو عيد الأضحى أو عيد أو يوم الجمعة، إنما المسلمون يطلبون الرزق كعادة كسائر الأيام. نعم. واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام، أو تخصيصه للعب بالخيل، المسابقة على الخيل في أيام العيد، هذا أيضا من التشبه بهم. المسابقة على الخيل لأجل التمرن على الجهاد مطلوبة، لكن لا تخصص بيوم، خصوصا إذا كان هذا اليوم يوافق عيد الكفار. نعم. قال رحمه الله: والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل كوما كسائر الأيام. هذا هو الضابط، أن عيد الكفار لا يحدث فيه شيء أصلا، بل يجعل كسائر الأيام. فالمسلمون يستمرون على أعمالهم التي اعتادوها في غيره، ولا يزيدوا في هذه الأيام أو يخصصوها بأعمال أو مظاهر أو أقوال أو غير ذلك، أو خطب أو قصائد أو غير ذلك. نعم. فإن قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كان لهم يلعبون فيهما في الجاهلية. نعم. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان لأهل المدينة يومان، أحدهما النيروز والثاني المهرجان، يلعبون فيهما وهما من أعياد الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، بل نقلهم إلى عيدين شرعيين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعلهما بديلين عن أعياد الكفار. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه.
سبق هذا في حديث الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال هل كان فيها عيد من أعياده؟ قالوا لا. قال هل كان فيها وثن من يعبد من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيه عيد من أعياد الكفار، يعني محل اجتماع لهم لعبادتهم، أو يوم أو فيه وثن صنم يعبد، كان يعني وله زيل الآن، لكن مكانه لا تعظم الأمكنة أيضا التي كان فيها أصنام وفيها لا تعظم بل تنسى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.